والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. السيد الكاتب العام لعمالة إقليم الناظور، السيد المدير المركزي الممثل السيد المندوب السامي لخدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، السادة المنتخبون الأفاضل، السادة رؤساء المصالح الخارجية للوزارات بالإقليم، السادة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية والمحلية، حضرات السيدات والسادة أيها الحضور الكريم. تمجيدا لملاحمنا البطولية الخالدة وصيانة لذاكرتنا الوطنية ولتراثنا النضالي الزاخر بالبطولات والأمجاد، تعمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنسيق مع السلطات المحلية على إحياء ذكرياتنا الوطنية للتعريف بملحمة الاستقلال والوحدة الترابية دفاعا عن السيادة الوطنية والمقدسات الدينية والثوابت الوطنية والهوية المغربية. وفي هذا السياق نحيي اليوم الذكرى 67 للانطلاقة المباركة لعمليات جيش التحرير بشمال المملكة التي عجلت بانتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال وعودة الملك الشرعي جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه مع أسرته الملكية الشريفة إلى أرض الوطن مدفرا منصورا حابلا مشعل الحرية والاستقلال معلنا رحمه الله عن نهاية الجهاد الأصغر وبداية الجهاد الأكبر، جهاد البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخير ما نستهل به حفلنا هذا الاستماع لآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرئ عبد السلام الحمداني، فليتفضل سيادته مشكورا. كامل الاعتزاز والفخر يتجدد لقاؤنا بقلعة الصمود والجهاد مدينة الناظور مركز النضال المغربي والمغاربي لإحياء ذكرى 67 لحدث انطلاق عمليات جيش التحرير بشمال المملكة. وعلى غرار كل سنة نستحضر تضحيات الجسام التي قدمها الشهداء في سبيل إعلاء صروح الوطن. وفي هذه الأجواء الطافحة بالحماس الفياض والروح الوطنية الصادقة والأجواء الإيمانية المفعمة بقيم الوفاء، نحتفي بذكرى ستظل أحداثها مدونة بأحرف من ذهب في سجل تاريخ مسلسل الكفاح الوطني، كفاح العرش والشعب من أجل الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية. إنها ذكرى مجيدة نعيد من خلالها استحضار مسلسل تاريخنا الوطني المجيد الموثق لنضالات وتضحيات شرفاء الوطن من أجل استقلال البلاد وسيادتها وعودة رمز وحدتها جلالة مغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه من المنفى إلى أرض الوطن. نخلد لنتذكر ونتذكر لنجدد الصلاة بجيل الماهدين والرواد المؤسسين للطلائع والخيال الأولى لجيش التحرير، لنستلهم قيم الغيرة الوطنية والتضحية ودروس التضامن والتلاحم ونماذج في التآزر والتعاضد من خلال استعراض ما قدموه في تلك الظروف الحالكة والعصيبة من تاريخ الشعب المغربي. لريف الوطن وقبائله تاريخ زاخر بالأمجاد والملاحم والبطولات، وحضورهم في إرساء الدولة المغربية منذ سالف الأزمان وسابق العهود قوي وحاسم، إذ لم يتخلفوا عن موعد قط، بل وكان منهم المنادي إلى المقاومة والنضال، جبلوا على الصدق والإخلاص وحسن الطوية والاعتزاز بالنفس لثورة الملك والشعب، والذي حمل إشارات قوية ورسائل بليغة حول قضيتنا الوطنية الأولى قضية الوحدة الترابية، حيث قال جلالته: لقد تمكننا خلال السنوات الأخيرة من تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية الصحراء، وهكذا عبرت العديد من الدول الوازنة عن دعمها وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المبتعد. فقد شكل الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية حافزا حقيقيا لا يتغير بتغير الإدارات ولا يتغير بالضحيات، كما نثمن الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا التي تعرف جيدا حصل هذا النزاع وحقيقته. وقد أسس هذا الموقف الإيجابي
لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية لا تتأثر بالظروف الإقليمية ولا بالتطورات السياسية الداخلية، وإن الموقف البناء من مبادرة الحكم الذاتي لمجموعة من الدول الأوروبية منها ألمانيا وهولندا والبرتغال وصربيا وهنغاريا وقبرص ورومانيا سيساهم في فتح صفحة جديدة في علاقات ثقة وتعزيز الشراكة النوعية مع هذه البلدان الصديقة. وبموازاة مع هذا الدعم، قامت حوالي 30 دولة بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية تجسيدا لدعمها الصريح للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء. ويضيف حفظه الله، وأمام هذه التطورات الإيجابية التي تهم دولا من مختلف القارات، أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. لذا ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لائق بالتأويل. انتهى المقتطف من الخطاب الملكي السابق. حميدة معروفي، مدير الأنظمة والدراسات التاريخية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. نخلد اليوم ذكرى من أعز ذكرياتنا التاريخية، ألا وهي ذكرى انطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير المغربي بشمال المملكة التي انطلقت في 1 و 2 أكتوبر من سنة 1955. هذه الذكرى المباركة يعني منذ انطلاقة هذه العمليات بطبيعة الحال خاض جيش التحرير المغربي معارك ضارية وقاسية وعسيرة ضد الاحتلال الأجنبي، سواء بمزدار مرموشة أو بتازة ومناطقها بتغزراتين وبتيزي وسلي وبورد وأكنول، أو بالحسيمة بجماعة بن عمار وسيدي بوزينب، أو هنا بإقليم الناظور، هذا الإقليم الذي شهد بطبيعة الحال يعني مساهمة وازنة من أبنائه البررة في تزويد المقاومين وجيش التحرير بالسلاح الذي يعني تم التوصل به عبر الباخرة دينا أو أطوس أو يعني مجموعة من البواخر التي كانت محملة بالسلاح، وعملوا على يعني تفريغ هذه البواخر وتوزيعه ويعني إيصاله إلى فرق جيش التحرير، بل حتى تم التزويد به حتى يعني الجزائر يعني بحصة الثلثين من هذه الأسلحة المتوصل بها. إذن بعد 45 يوم بالضبط من انطلاقة العملية الأولى لجيش التحرير، تم تحقيق المبتغى والمراد، ألا وهو عودة السلطان الشرعي المغفور له محمد الخامس وعائلته الملكية إلى أرض الوطن، حاملا لواء الحرية والاستقلال. وكذلك هذه الذكرى لها يعني أهمية كبرى وقصوى، بحيث عجلت بالحصول على هذا المبتغى. إذن نحن نخلد هذه الذكرى ومثيلاتها من ذكرياتنا الوطنية والتاريخية من أجل استحضار مضامينها ويعني قيمها ومعانيها ودلالاتها لتربية الناشئة والأجيال المتعاقبة عليها، وبالتالي لتحصين هويتهم وجعلهم يعني جيلا متحملا لمسؤوليته، محصن الهوية ومندرج بكل عفوية وتلقائية وإرادية في الأوراش التنموية المفتوحة التي يقودها بكل تبصر وحكمة وبعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.